بما انك انت ذكرت رافائيل، انا عايز اقول لك ان رافائيل ده على مدار ال 11 اسبوع، يعني احنا في الاسبوع ال 11 انا بعتبره من افضل اللعيبه سته اللي بتلعب على الدايره في الدوري لحد يومنا هذا. ده حقيقة، ده حقيقة. بص يا كابتن، العالم كله فيه لعيبه، الفكره ان انت يبقى عندك سكاوتنج تيم بتاعك وتقعد تشتغل انت كمدير تعاقدات او مدير رياضي او واحد له علاقه بالتعاقدات او تكون المسؤول عنها. اقفل على نفسك الاوضه والعالم موجود قدامك، الكره اتغيرت، الفكره ما عادتش ان انت تروح لوكيل تقول له هات لي هايلايت لاعب ولا انا عايز لاعب، اشتغل بايدك واشتغل بدراعك، والعلم اتغير والسكاوتنج اتغير. وخلي بالك ده مش شغل هيثم عرابي بس، ده فيه هنا كريم فهمي. هو احنا مشكلتنا بس يا كابتن هيثم ان احنا ايه، ما بنصبرش، يعني انت عارف، يعني احنا حتى ما بنصبرش. انا دايما بتكلم في حته الصبر ودايما بتكلم في حته التوليفه، خصوصا ان انت ما بتبقى عامل تيم ومجمع لعيبه كتير. يعني انت النهارده دلوقتي بتكلمني بتقول لي بالحاج بياخد 670 الف ولا 760 الف جنيه، يعني المستويات اللي بيقدمها اهم لعيب في الفريق، طبعا اللعيبه اللي حواليه طبعا مساعدينه، ولكن بيعمل كل حاجه، يعني هو اللي هو اللي بين الهجمه، هو اللي بيعمل لك حتى الكرات الثابته، ضربات الركنيه، الفاولات، ضربات الجزاء، هو اللي بيشتغل، راجل يعني نجم واضح جدا في البتاع. ودوت لعلمك خد بالك دوت هيسبب لك مشكله، لانك انت حتى بعد كده، انا بتكلم كنادي اسوان، يعني حمدي زكي كان بعيد خالص، انما رجع حمدي زكي عماد فتحي كان بعيد، ولكن رجع عماد حمدي. ليه يا كابتن محمد؟ ليه؟ الحافز، الدوافع، انت خلقت دوافع. انا لما قعدت مع اللعيبه دي يا كابتن كنا بنتكلم، يعني كل لاعب فيهم له قصه معايا، تمام؟ انت ممكن تساله، يعني ممكن تجيب اللعيبه دي وتسالها. هي الفكره اللي انت لعبت على ايه؟ انت عندك حاجتين، انت داخل نادي اسوان مفيش امكانيات، الناس الله يكون في عونهم بيتعبوا عشان خاطر يجيبوا اي حاجه، فبالتالي انت لازم تخلق لنفسك دوافع انت كهيثم اصلا وانت بتشتغل عشان تقدر تقنع اللي قدامك ان هو يجي، يبقى ان انت تخلق له هو شخصيا دوافع. فبالتالي الدافع بتاع مثلا هدي لك مثال، بالحاج حلو يروح منتخب المغرب. انا لعبت على الحته دي، انا عرفت ان ده كان من حلم من احلامه، قلت له عن طريق مصر هيحصل 1 2 3 4، هنعمل لك عقد لمده سنتين، هحط لك فيه كذا، هيبقى فيه حوافز كذا، انت لو عملت كذا ممكن توصل لكذا، جبت له الامثله كلها اللي دخلت مصر وطلعت منين، سواء في الاهلي او الزمالك او بره والكلام ده كله. هي الفكره وانت بتتناقش وتتفاوض مع اللاعب ان انت تشوفه هو عايز ايه مش انت عايز ايه، عشان توصله ان هو ممكن يوصل لحلمه او اللي هو عايزه. طب كابتن هيثم، يعني بامانه، يعني وانت بتكلم اخوك اهوت، يعني مش ندمان ان انت مش، يعني مش موجود دلوقتي وقعدت فتره وما كملتش عشان الظروف ما كانتش احسن حاجه، مش ندمان ان انت مش موجود دلوقتي وان انت كنت موجود وكانت لازم يعني تشوف ثمره حاجات كتيره مهمه عملتها، اكيد مش لوحدك مع المجموعه في اسوان، ولكن يعني اكيد وجودك لو كنت متواجد دلوقتي كانت الدنيا هتبقى مش سايعاك اكتر يعني. والله يا كابتن انا راح اتعشى مع لعيبه بكره ومعاهم كل يوم حرفيا على التليفونات، وقبل كل ماتش بتلاقيني بكلم كل لعيب، بس انا هرد على سؤالك، انا فاهم انت رايح فين بالسؤال. انا ما طلبتش امشي عشان اندم، انا عملت شغلي، ولكن انا ممكن اقول لك سر الاول مره اقوله يا كابتن محمد. يا ريت. لما انا رحت كان في جزء من الاداره عارفه ان انا رايح ابني فرقه، ولكن كان في جزء منهم فاهمه ان انا رايح اجيب رعاه مع بنيه الفرقه واجيب فلوس كتير، وده طبعا انا عملت الحمد لله من عند ربنا، انا والاستاذ ابو حسن لما رحنا قعدنا مع عقد مع شركه برزنتيشن عشان نعمل العقد رعايه، ودي محدش يعرفها، عملنا الدبل تاريخيا الرقم اللي اتعمل في اسوان كرعايه. عملت كل اللي اقدر عليه، حاولت بس ما كانش كفايه، فبالتالي هم يعني زنقوك في الحته دي. فبالتالي لما جيت كابتن ربيع هم خدوا القرار، فقال لك ايه؟ هيثم بالمره خلاص، هي الفرقه اتبنت فخلاص انت مفيش حاجه ثانيه تعملها، مع ان التصوير حقيقي والفلوس الحقيقيه اللي اسوان لسه هتشوفها من باقي اللعيبه اللي انت شايفها دي يا كابتن محمد. لا انا اعتقد ان الفتره اللي جايه، يعني انت لو هتسالني في وجهه نظري، انا شايف الفرقه بتاعه اسوان اللي موجوده دلوقتي يطلع منها لعيبه كتير قوي، حتى احنا دايما بنبقى عارفين ان الدنيا ماديا في اسوان اكيد مش زي انديه كتير، والدنيا دلوقتي انت عارف بقت فلوس علشان تمشي الدنيا، ولكن لا دلوقتي عنده اللعيبه اللي انت ممكن ظهرت في خلال ال 10 11 اسبوع اللي فاتوا اللي ممكن تقدر تجيب فلوس. يعني انا مثلا على سبيل المثال وقلت لك اسماء كتير، ولكن مثلا عايز اقول لك لو قلت لي حط لي 2 او 3 باكات رايت يعجبوك هقول لك محمد مصطفى ميدو واحد منهم.
طبعا خليني احكي لك قصه ميدو ده كانت انا طالع عيني فيها. طب يعني انا بنشل لك بقى على اللعيبه بقى يعني انت بص ما انت اللي مش عايز تقول انا مستنين انا اللي اقول لك يا كابتن هيثم. انا شاكك ان انت كنت معاك في الصفقات. لا والله والله لعيب كوره باك رايت محترم محترم محترم. طيب انا وميدو قعدنا شهر كامل بنحارب عشان يجي عرم من البنك الاهلي بنيه البيع. عايز اقول لك ان كانت يعني حرب عشان يجي ما كانتش سهله وربنا كرمنا. اثنين لعيبه من لعبه النهارده جم اعراض عمرو حسام الجون وميدو مصطفى. خلي بالك يا كابتن انت لسه ما شفتش الفرقه. مين يا كابتن؟ معلش لو تاني لسه ما شفتش الفرقه. عندك في لعيب اسمه جمال سعيد انا جبته من سيراميكا 21 سنه لسه ما لعبش. لا لسه ما لعبش فعلا. عندك عناني اسواني بقول لك ايه يا كابتن احلف لك بالله هيلعب منتخب مصر مرتاح. اسمه عناني. عناني مصطفى عناني. عندك ابراهيم عايش لعيب كبير جدا بس مكان بالحج يعني هو ممكن ياخد فرصه لو بالحج طلع. فلا وعندك باي كاماره نزل النهارده 10 دقايق انا جبت باي كاماره ده يا كابتن لاعب منتخب هولندا تحصل 10 سنه ولاد كل ولاد كله عنده 19 سنه لسه ما كملهمش بس برضه لما ياخد هيبقى مفاجاه كبيره جدا ان شاء الله. طيب بقول لك ايه طب انا كنت سالتك حتى وكنت قلت لك يعني انت ما كنتش حابب انك تكمل ولو موجود دلوقتي كنت اتبسطت بقى يعني وتشوف ثمره اللي انت عملته والكلام ده كله. طيب مش ممكن نشوف كابتن هيثم عرابي في الاهلي تاني؟ انت بتحرجني. طيب يعني والله ابدا والله ابدا بص يا كابتن انا وانت عارفين في جمله بتتقال بس هي حقيقه عمر الاهلي ما يعرفش بيقول لك تعالى وانت هتقول لا انسى ده حلمنا كلنا النادي اللي عمل كل اسامي الناس كلها وانا واحد من الناس دي تمام لكن في ناس شغاله ربنا يكرمها ويوفقها وانا يعني في ظهر النادي حتى من غير وظيفه يعني يوم حد يرفع السماعه ويطلب مني حاجه هتلاقيني بعملها من غير اي حاجه. طيب انا هسالك سؤال يعني تاني يعني بعيد برضو بس ما تقوليش طبعا هو احراج رؤيتك لفريق النادي الاهلي واكيد انت متابع مثلا للنادي الاهلي. الناس دايما بتتكلم على الصفقات اللي ممكن تحصل الفتره اللي جايه من رؤيتك يعني من رؤيتك وان ده يعني من صميم شغلك انت شايف الاهلي ايه اللي محتاجه في من صفقات في يناير؟ 1 2 3 4 مهاجم الاول. 1 2 3 4 مهاجم الاول. طرف شويه عندك ناس معينه في دماغك ترشيحات معينه لعيبه كويسه؟ انا بقول لك يا كابتن انا بديهم لك بقى بيني وبينك. كابتن هيثم عرابي يعني المدير الرياضي السابق لنادي اسوان طبعا بشكرك شكرا جزيلا.